وبحب اشكركم كمان اني ولاول مره بتاريخ مجلس مدينه السكريه راح اوافق على صرف مبلغ 3 ملايين ليره سوريه لدعم احتفال المدينه بذكرى العالم الجليل ابن سكر والملقب بالسكري. وما بصور في حدا يعني بعارضني بهالفكره. مزبوط استاذ ضحاك مزبوط، باعتبار هالذكرى هي ذكرى الالف لميلاد السكري فالمفروض يكون الاحتفال مميز وملفت للنظر. وانا هيك عم اقول. بقى شو اقتراحاتكم التنظيمية للمهرجان استاذ خطاب؟ استاذ انا بالنسبة لي رح اجهز 3 خطابات، واحد بيلقي مسؤول التنظيم عن الحفل، والثاني بيتحدث عن الكتب والاثار اللي تركها ابن سكر، والثالث عبارة عن بحث مطول في السيرة الذاتية لهذا العالم. عظيم كتير، اعطيني هذا الخطاب الاخراني الثالث انا بلقيه على عيني. وانت يا سيد رشوان شو رح تعمل؟ استاذ انا رح وصي على 100 لافتة وانشرهم في الساحة الرئيسية عند النصب التذكاري والشوارع المجاورة ومداخل المدينة. رح أوصي كمان على 20 حبل كهرباء و1000 علم بالإضافة لبناء منصة خطابات لائقة. هذا كلام جميل أستاذ ضحاك. أنا طلبت من الفرقة النحاسية الموسيقية أنه تتدرب على بعض المقطوعات المناسبة للاحتفال، وطلبت من الأستاذ الشاعر عمر أبو كاشف بنظم قصيدة يشيد فيها بمآثر السكري والسكرية، ومبارح بعت لي 5 أبيات بالفاكس رح سمعك ياهم. بلدي بلدي تباهي دائما وتبختري بمرور 1000 فوق ذكرى السكري، إن العلا والمجد في أعطافنا والمنجزات الغرة. بكفي بكفي. وأنت يا أستاذ سوفي شو ناوي تعمل؟ أنا رح وجه دعوات خطية لرؤساء مجالس المدن والمخاتير والمثقفين اللي عندهم اهتمام بهيك أمور. ليش لا؟ لازم يصير هالشي، لازم، لأنه نحن. عفوا أستاذ، تسمح لي بكلمة؟ تفضلي، مع أنه ما خلص كلامي لسه. أنا آسفة أستاذ، بس قبل كل شيء لازم نخصص مبلغ من هالثلاث ملايين لصيانة تمثال السكري، لأنه بصراحة الصحافة كاتبة عننا حكي ما بسر النوم. مجلس البلدية يحتفل بذكرى ابن السكري والإهمال يحيط بالنصب التذكاري. العالم الذي منح المدينة اسمه يقف بقامته على تل من القاذورات. بقى شو رأيك؟ هذا اسمه علاك وحكيم صدي، وأكيد اللي كاتب هالمقال هو الصحفي المغرور حمود القانوني، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، وهاي ناشر صورته هون كمان. يا توفيق. نعم استاذ. لا تدعي لهذا الصحفي على الاجتماع منوب، اوعك تدعيه، لانه نحن مو ناقصنا لا افتراءات ولا اتهامات ولا تخرصات، يلي فينا بكفينا. على كل حال انا رح ارأس وفد ورح ازور موقع النصب بنفسي. يلا يا أولاد قربوا تفرجوا على التمثال منيح، قربوا. ايه يا أولاد مين بيعرف شو اسمها هاي الساحة؟ أنسي اسمها هي ساحة السكرية. برافو عليك. تعرف ليش سموها ساحة السكرية؟ لا ما بعرف. هاي سموها ساحة السكرية لأنه فيها تمثال العالم الكبير ابن السكري. وين هذا ابن السكري أنسي؟ ابن السكري كان عالم فلكي كبير ومهتم بشؤون الكواكب والنجوم ومكتشف لبعض النظريات الرياضية. قروا شو مكتوب هون. بس هذا مات من زمان كتير أنسي. صحيح، ابن السكري صار له متوفي أكثر من 500 سنة، يعني من وقت ما تأسست هاي البلد. يعني مشان هيك سموها السكرية أنسي؟ برافو عليك مهند، مشان هيك سموها السكرية أنسي. لو ما كان هذا العالم مدفون هون شو كانوا سموا بلدنا؟ والله ما بعرف، الله أعلم.
بس نحن حبيباتي على كل حال لازم نفتخر انه هذا العالم العظيم توفى بغداد واندفن عنا وعطى اسمه لبلدنا. عنسي انا حبيته. وانا كمان. كتير منيح، طالما حبيتوه تعوا ننظف المكان ونلملم الوسخ. ماشي؟ حاضر عنسي. يلا ورجوني لشوف. مرحبا سوسان. اهلين حمود، شو جابك؟ والله مارق بالصدفه شفتك انت والولاد، شو عم تساووا؟ شفت عينك، حمله تنظيف صغيره، عم عود الاولاد على النظافه واحترام الرموز. انت شو اخبارك؟ لساتك عم تكتب بالجريده ولسانك طويل؟ هلا هيك طلع معك لساني طويل؟ الله يسامحك. طب شو الفائدة يا حمود إذا كنت عم تكتب وتنتقد وما حدا عم يرد عليك؟ ولو ما كان في فائدة، يا ستي رح ضل اكتب. هلا شو بدنا بهالسيرة؟ فيني اشوفك اليوم ولا لا؟ لا والله صعب شوي. وليش صعب بقى؟ مع انه قلنا زمان كثير ما قعدنا مع بعض. مزبوط، بس اليوم انا بدي اروح زور اهلي بالضيعة، خليها لبكره. ماشي، وبايش رايحة على الضيعة؟ بسيارتي مثل العادة. وبتوصلك لهني؟ ايه وبترجع كمان. قالوا له لعمة وهي قال لهم ما اجيت. لك وينك يا طرزان؟ تعال هون ولا تعب يا الكاسات لشوف تعب. مور استاذ. واحد مثلك استاذ ولا استاذك ضريب اللي خلاني اياك عبي عبي الكاسات. مي استاذ. ولك شو مي؟ شو مي يا سعدان؟ ايش شو شايفنا حمير حتى نشرب مي؟ ليش بس الحمير بيشربوا مي؟ لك لا يا زلمة والبقر كمان. حاضر شرف بيك. لا تكون بخيل ها. عبيها للشفة. لأنه بدي اطلع على الحفة. أمرك استاذ. أمين. إن شاء الله مضي لي هالنهار على خير. سايرهم قد ما بتقدر. نحن مالنا قدهم هدول. والله يا معلم عم سايرهم، بس هذا شامخ لا بيعجبه العجاب ولا صيام برجاب. هو الحق بإيدك لأنه شامخ أرزل واحد فيهم، لو كل واحد ناتع لي اسم نضالي شكل، كفاح ونضال وفداء وسائر. معلم صدقني أنا ما بتفرق معي وبطول بالي عليهم، بس هنن بيزودوها وكل ما يجوا لعنا بيساووا هيك. طيب فهمني شو بيطلع بإيدنا نعمل؟ لك وين رحت يا طرزان؟ وين رحت؟ أمور شامخ بيك، أنا بالخدمة. غيرنا صحن هاللحمة، غيره قبل ما تهرب قابليتنا. ليش شو بو صحن اللحمة سيدنا؟ أخي ما بو شي، بس أنا هيك مرق مو عاجبني، شو رأيك؟ بس هذا لحم غنم. لك إن شاء الله يكون لحم حورية من الجنة، أنا ما حبيته وبدي غيره، شو رأيك بقى؟ غيره أحسن ما أدلقه فوق راسك. على راسي وعيني تكره. لا مو على راسك، بإيدك. إيه يلا. قرب لي البطاطا، قرب لي. لك أحلى أبو النضل. على راسي. قرب لي. وينك يا سعدان؟ مور سيدنا. لك شو بك قالي بوشك مثل اللي قاتلين لوقتي؟ ما في شي. حط لنا شي شريط حلو على كيفك حتى نسمعه. أمرك استاذ. شو بتحبوا تسمعوا استاذ شامخ؟ هات لشوف، شو في عندك طرزان أفندي؟ عندي وديع الصافي، فيروز، عاصي الحلاني، ملحم بركات، شو بتريد تسمع؟ ما في عندك أعتت من هيك؟ مالي صحبة أنا وياهن. قسما بشرفي أنا وبالحمام بغني أحسن منهن. طل الصبح ولك علوش سبقونا هالح الصادق. أبو النضل يا حبيبي هيك جبلنا شريط علي الديك من السيارة بسيك. لك على راسي. هم عجلوا الله يخلي الله. وهات لي شريط علي الديك. يسلم لي الميكانيكي انا. قال له صباح الخير يا أنسة، قالت له من جحشنتك. قوموا شباب، قوموا معي شوي. لك وين شريط كاسة؟ لك بلا كاسة بلا بطيخ، عم قلكم قوموا. لوين بدنا نروح؟ في برا بنت بتطير دبرات العقل، لك بتصل سطل، قوم شوفها قوم، لك قوموا قوموا قبل ما تمشي. وجب أبو النضل وجب، لك تسلم لي عينك على الاستفادة. استنفار شباب. يلا. وينك يا طرزان؟ مور شامخ بيك. سجل الفاتورة عندك على حساب، وينك؟
نحن ما بناكل حق حدا. باي شمبانزي. شو بيصير سيارة الحلوين حميانة ما؟ انت السادة عطشانة. لك نحن العطشانين. ورصاص يطلع عمركم. اي عنك 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 عنك. شوي شوي ها شوي شوي. حط لك مي. زين وين طريقك؟ من وين السيارة يا حلو؟ كولا. كنا معك دورة زكاتا. قولي. لك وين رايحة؟ رسلت النصب التذكاري. الله لا يعطيكم عافيه. قول الحمد لله على السلامه بالاول. لك الله لا يسلم فيكم ولا عظمك. منيح هسه ما بخيناها. يا حبيبي وسكرانين. يا الله يسود وشكم اكثر ما هو يا اسود. يخرب بيتكم يخرب بيتكم على العمله. لك والله جريمه بحق البلد، بتستاهلوا اعدام عليها. اي والله. هلا لا تفلسفوا علينا طالع نازل انت وياه. شو صار يعني؟ الله وكيلكم يا جماعة غصب عنا يعني. كأنه في مغناطيس جرنا لهالتمثال. شو صار يعني؟ شو خربت الدنيا؟ بترعم تكون يا جماعة، لا تخلوهم يهربوا. شو بك يا ترك لك انت ويا أحسن ما تندموا. ها لك يا أحمد ما عندك تبخ. لك عارف مع مين عم تحكي ولا؟ مع مين بحكي يعني؟ لك أنا شامخ ابن أبو شامخ. لك إن شاء الله تكون ابن أبو نافخ. نستلمكم للشرطة نستلمكم للشرطة. حركوا. ألو حمود؟ اسمعني منيح يا مقدم صلاح ولا تحط لي العصي بالعجلات. ابني شامخ بده يطلع من السجن، يعني بده يطلع من السجن، مفهوم؟ صدقني يا أبو شامخ ما بقدر، ما بقدر نوب مع الأسف. وليش حتى ما بتقدر؟ الشغلة بإيدك. بك يا حبيبي الشغلة مو سهلة، ابنك ورفقاته محطمين النصب التذكاري للمدينة بسيارته. وإذا محطمينه دخيلك يعني شو هالشغلة الفظيعة اللي عملوها؟ يا أبو شامخ هالنصب هاد غالي على أهل المدينة كتير، ومو بهالسهولة بنقدر نتجاوز الموضوع. طيب يا سيدي أنا مستعد أدفع من مالي الخاص حق تمثال جديد، بس طلعوا لي ولد من هالحبس وخلصوني من هالقصة بقى. آسف يا أبو شامخ ما بقدر طالعه، الأهالي محاصرين المخفر ومستكبرين الموضوع كتير، وإذا طالعنا هالشاب بدها تصير مصيبة كبيرة. لك ايه وشو بدهم يعني؟ الاهالي عم يطالبوا بمحاكمة ابنك ورفقاته. بدهم يحاكموا ابني؟ لك فهمني على شو بدهم يحاكموه بس؟ على الجريمة اللي ارتكبها هو ورفقاته. لك حسبي الله ونعم الوكيل، لسه بيقول لي جريمة؟ لك شو بعك؟ جنيت انت يا مقدم صلاح؟ اخي من الاخير بدك تطلع الولد ولا ما بدك تطلعه؟ يا ابو شامخ انا بصراحة ما بيطلع بيدي طالعه. الاهالي مجتمعين حوالين المخفر وعم يحتجوا على الموضوع، الشغلة فيها مسؤولية كبيرة. طيب طيب وشو طريقة هلأ؟ أنا من عندي ما بقدر. شوف الأستاذ ضحاك رئيس المجالس. بسيطة بسيطة، أنا رح شوفه واتفهم معه. وأنا من جهتي يا أبو شامخ رح عامل ابنك ورفقاته أحسن معاملة، ورح أدللهم وجيب لهم أحسن أكل. أنت ريح لحالك وما بدنا هالمنية منك. الله غنينا عن أكل المخافر، هلأ بيبعت لهم كل شي بالدنيا. حسابك عندي يا مقدم صلاح. صدقني يا سوسن هاي القصة ما رح تمرق على خير، وشامخ ورفقاته لازم يتعاقبوا. طيب انت شو طالع بإيدك؟ انت صحفي وما حدا بيرد على كلام الصحفي عنا بالبلد،
لأ ويلي بيعقد المسألة إنه أبو شامخ مسؤول كبير عنا بالبلد. وإذا كان مسؤول كبير؟ يعني المفروض من المسؤول لما بيكبر مركزه وتعلى مراتبه أنه يتفهم الغلط ويصف مع الحق. بعدين لازم هو يلي خاف من الناس ويحسب لهم حساب، مو الناس تخاف منه وتحسب له حساب. أنت عم تحكي من وجهة نظر مثالية ومنطقية، وهالشي مو متوفر عنا بنوم. يا ستي إذا متوفر ولا مو متوفر، أنا رح ضل أكتب مقالات بخصوص هذا الاعتداء السافر على رمز مدينة السكرية، ورح ضل حرض الناس على عدم التساهل بهذا الموضوع. شوفي شو كتبت اليوم. الاحتفالات بذكرى الألف عام لميلاد رمز المدينة تتحول إلى مناسبة حزينة بعد تحطيم النصب التذكاري. يا أهلا وسهلا ومرحبا بأبو شامخ العزيز زميل الكفاح والنضال. شرف يا سيدي. قسما بالله اشتقت لك يا رجل، وينك؟ ما حدا بيشوفك ولا بيسمع عنك أخبار. بصراحة يا أستاذ ضحاك أنا مزعوج منكم كتير كتير كتير. معقول يا رجل؟ معقول؟ ليش؟ ابني شامخ ضل موقوف عندكم ليلتين هون بالنظارة وهو ابن الأكرمين، معقول؟ إيه بسيطة أبو شامخ بسيطة، طول بالك علينا شوي. أولا ابنك ضيف عنا مو موقوف؟ بلا ضيف بلا بطيخ. أرجوك يا أستاذ ضحاك خلينا واضحين مع بعض وما في داعي نتلاعب بالألفاظ. ابني لازم يطلع من النظارة فورا، هذا اللي بفهمه. ومين قال لك ما رح يطلع؟ وحياتك رح يطلع وهو معزز مكرم. بس يا ريت حضرتك يعني هيك تستوعب شوي وتقدر موقفي. لك عن موقفات؟ ايمتى بده يطلع يعني؟ يعني على الأقل حتى تهدى العاصفة شوي. حسبي الله ونعم الوكيل. لك أنا عاصفة هاي؟ أنا عاصفة؟ يلي بقصده يا أبو شامخ إنه أهل البلد ضايجين شوي وغضبانين. يعني بس هن ضايجين وغضبانين؟ أنا كمان ضايج وغضبان يا أخي. ما اختلفنا يا أبو شامخ، بس نحن كمان ما بنقدر نتجاهل رأي الناس بهالسهولة. الناس محاصرين المخفر. وإذا كانوا محاصرين المخفر يا أخي الشرطة ترهبهم بالعصاية، ترهبهم إرهاب، وجعني منه أن تعمل له كفين على خلقته وبينتهي الموضوع. شو عم تحكي أنت يا أبو شامخ؟ المسألة ما بتنحل بهالطريقة أبدا. شو وين عايشين نحن؟ إلا إذا كنت ناوي أنت تورطني وما بيهمك وضعي. يا أستاذ ضحاك مو مسألة ورطك، بس الولد. يا أبو شامخ العزيز، نحن منعتبر هالتجمع العفوي وهالاحتجاج التلقائي والغير منظم منعتبره بمثابة الادعاء السافر والإدانة الواضحة لتصرف ابنكم، وهالشي ما ممكن تجاهله أبدا. صدقني ما عم بفهم عليك، يعني كل هالشي هاد مشان هالصنم وهالكم حجرة اللي تكسروا جنبه؟ لكن هاي أخي بأفغانستان كسروا مليون تمثال وما حدا منهم قرب على كسر التماثيل. بقى هلأ مشان هيك تحط ابني بالحبس؟ معقول هالحكي هاد يا أخي؟ معقول؟ بس يا أبو شامخ، هالنصب هذا اللي كسره ابنك الله يحرسه ويسلمه يعتبر رمز البلد وبيعني للأهالي أشياء كثيرة. أتفضل شوف شو كاتب الصحفي حمود القانوني اليوم عن الموضوع. ومنه هذا الصحفي حمود القانوني؟ لعم ما أبقحه؟ معقول هيك يعني بيحكي على كيفه وبكتب على كيفه؟ لعم يعني وين مشتغل هذا؟ وين مداوم يا أخي؟ لا يا أبو شامخ، الأمور ما عادت مثل الأول. كيف يعني ما عادت مثل الأول؟ يعني هالجفاصة وهالتبلي بالشكل اللي حضرتك عم تفكر فيه ما عاد يعطي نتيجة. المسألة بدها محاورة، بدها مداورة، مناورة، تفنن بالأساليب حتى توصل لهدفك. وشو كاتب هذا الصحفي؟ يا سيدي كاتب: ثلة من السكارى تلاحق معلمة وتحطم رمز المدينة في السكرية. العنوان الثاني: القانون يجب أن يسري على الجميع، أولاد المسؤولين ليسوا فوق القانون، نطالب بالعقاب الشديد لمن حطم باستهتار رمز المدينة. استغفر الله العظيم، لك شو الحمار هذا؟ لك شو الحمار؟ معقول؟ يعني كأنه ابني قتيل وشي قتيل؟ سيدي هذا الصحفي بالذات لسانه طويل وما عنده كبير إلا الجمال، ودائما حامل لي سلم بالعرض وماشي. الله وكيلك ما حدا عم يفوت من شره. أنا شخصيا كتب عني مقال بزمانه مثل السم، مو بس ابنكم. ولك على أنه فرع محسوب هذا؟ على أنه فرع؟ يا أبو شامخ صدقني هالأسلوب القمعي تبعك بطل من زمان. هلأ نحن لازم نستعمل الذكاء والمناورة حتى نمشي أمورنا. بطول بالك شوي وما بصير إلا اللي بدك إياه. استغفر الله العظيم، ماشي الحال. طب ما فيني نشوف الولاد هلأ؟ ولا يما كلام، نروح نشوفه سوا أنا وياك. تفضل إذا بتريد. شرف. ما رح نتحرك، ما رح نتحرك. لا تجمعوا هون، انتبهوا انتبهوا يا شباب. وصل رئيس مجلس مجالس الاستاذ ضحاك، لا مو هيك، معه ابو شامخ كمان. وشو جايين يسووا هون؟ اكيد جايين يطالعوا شامخ ورفقاته من الحبس. ايه فشروا،
ما بيفوتوا على هالمخفر لو طبقت السماء على الارض. نجوم السماء اقرب له. شوف شغله فوضى. رجع لورا احسن لك. رجع احسن لك. ها رجع تحرك. رجع احسن لك. لا احسن ما ورجع رجع. عيب نور. رجع يا اخي. الله لا لك رجعت. رجع لورا. عرفتوني مين انا بالاول؟ عرفنا سيدي، ورجع محل ما جيت بيكون احسن. يا حبيبي رجع يا سيدي. وين عم معلش يا ابو شامخ معلش، روق شوي شباب. لكن ما بدي روق ولا شيء يا رجل، قسما بالله ماني نفس حط شيء بتمي ابدا. معقول لك كان الوحوش وفرتاني؟ معقول هالشيء؟ معلش يا ابو شامخ، الجماعه هلا دمهم حامي ولازم نطول بالنا عليهم وناخذهم بالمسايره. فزع على قلبك ما ابرد يا اخي. ولا انت بنضل نستنى لايمتى؟ لك ام شامخ رح يدوب قلب على هالصبي، كل شوي بترفع لي التليفون تطمن عليه وهي عم تبكي وعم بتقول لي طول بالك. لا والانك من هيك، لو بتعرف شو قالت لي باخر تليفون. لا والله، شو قالت لك؟ قالت لي شو اسمك مسؤول انت؟ معقول يضل ابنك بالحبس وانت صحبه من الروح للروح مع وزير الداخليه وكبار المسؤولين بهالبلد؟ صدقني وزير الداخليه ما عم يرد على حدا وما عم يقبل الضغط من اي انسان. لك لاما، لك شو صار بهالبلد؟ لك معقول وزير ما نقدر نمون عليه؟ لك شو يعني بطل مفعولنا؟ انتهت صلاحيتنا يعني؟ وحياتك ما انتهت ولا شيء. انت ما بدك ابنك يطلع من الحبس مثل الشعره من العجين؟ لك طبعا بدي، لك ما بدي، بس شو بدنا نطالعه وهالرعاة محاصرين المخفر؟ لك من امتى كانت البلد تسمح بالمظاهرات؟ من امتى؟ لك على العلم اذا تجمعوا اثنين مع بعضهم بفرقوهم. لك حتى حفله العرس بدها موافقه. بقى شلون؟ لك شلون هذول فلتانين قدام باب المخفر؟ لك والله ما عم صدق، ما عم صدق لك يا ضحاك. وحياتك يا ابو شامخ، رح خليهم ينسوا المخفر وابنك وينسوا حالهم كمان. بس انت اصبر علي شوي. ماشي يا ضحك ماشي. الو مرحبا ابو رستم، شلونك؟ عرفتني؟ ولو ولو وهل يخفى القمر. اهلين وسهلين بالاستاذ ضحك. امبارح كانت عندي المدام وبعثت لك سلام معه. يا سيدي وصل سلامك وشكرا على الهديه كمان. ليش عزبت حالك يا ابو رستم؟ ولو ولو يا استاذ ضحاك، نحن ما عملنا غير الواجب. اسمع ابو رستم، بدي منك خدمه صغيره وبتمنى انك تتجاوب معي وتفهمني كمان. ايه على عيني وراسي، انت بتأمر امر استاذ ضحاك. هو الحقيقه ما بيمشي الحال على التليفون. تعال عندي على الفيلا. ايه انا بانتظارك. نفس الفيلا؟ ايه بالمناسبه عندي ضيف عزيز بتعرفه من ايام النضال القديم. ايه قبل حضرتك ما تعتزل الحياة السياسية. ومين هو يا ترى؟ شوقتني أكثر لحتى أعرف. يا سيدي عندي الرفيق أبو شامخ يلي كان رئيس حلقتنا قبل 30 سنة، تذكرته؟ ولو؟ طبعاً تذكرته. بالمناسبة سمعت لك إنه ابنه شامخ محبوس عنا هون بالسكرية. إيه والله يا أبو رسم صحيح. بس الولد محبوس ظلماً وعدواناً هو ورفقاته. وأنا بصراحة مشان هيك فاتح لك تليفون. خلص معناتها الساعة 5 بكون عندكم بإذن الله، مع السلامة. رستم؟ يا رستم؟ نعم بابا. شو عم تساوي جوا؟ عم ساوي الشاي لأنه بحب الشاي. اترك لي الشاي بالإيدك وطلع كنس الرصيف برا، أمان. طيب إيش دي كنسو؟ بشو بدك كنسو يعني؟ براسي؟ بالمشي؟ واخده من جوا أمان؟ يعني عيني وراسي. تعال إلا مو تكنس لي كل الرصيف بس قدام المحل تبعنا، ما لنا علاقة بالعالم. تحرر. طيب لإمتى بدهم يضلوا الأهالي مرابطين على باب المخفر؟ ما رح ينصرفوا من قدام المخفر إلا ليحول رئيس المخفر المتهمين على المحكمة. وليش ما حولوهن لحد هلا؟ أنا لسه ما خلص تحقيق. والله يا حمود قلبي مو مطمن بنوب لهالقصة. معك حق يا سوسن، لأنه أبو شامخ عم يفتل من قرنة لقرنة، وشو عم يحضر شو عم يطبخ ما حدا بيعرف، الله وحده اللي بيعلم. لك يا عيني عليك يا أستاذ ضحاك، هي اسمها خطة محكمة. قسما بالله الجن الأزرق ما بتخطر بباله. بيني وبينك انا اخذ دروس عند الجن الازرق. بس اللي شايف انه الجن الازرق اخذ دروسه عندك. اصر كلام سيدنا، انت رح نبلش بتنفيذ الخطه. انا جاهز من بكره لعيونكم.
خلص. يعين عليك. بالإذن. ماشي مع الله معك. مع السلامة. ولك فهمني وين حطيت الكيس؟ وينه؟ كبيته بزبالة. وين؟ بزبالة. ولك الله لا يعطي الشيطان عافية. ولك الله لا يعطيك عافية يا حق. أنا ما قلت لك خده على دكانة أبو ربيع وسلمه إياه؟ لا أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك أنا قلت لك كب الكيس اللي فيه برادة الحديد بزبالة. يا خرابك يا بيتي. يا خرابك يا بيتي. يا خرابك يا بيتي. ما دخلني أنا بابا، أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك معقول أنا قلت لك هيك؟ ولك يا حيوان. خير يا برستم شو في؟ ولك هذا ابني رجب بده يخرب بيتي، بده يجيب لي جلطة بالأوانة. خير ليش شو سوا؟ بحط معه كيس جلد فيه 15 ألماسة، حق الوحدة منهم أكثر من 3000 دولار مشان ياخذهم لعند صاحبي الصايغ أبو عامر. قام المغضوب كبه بزبالة. إيه أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك أنا قلت لك كبه بزبالة، كبه بنار جهنم يا حق، بدك تجيب لي جلطة، بدك تخرب بيتي أنت، الله لا يوفقك. طول بالك يا برستم، طول بالك شوي، ما بيجوز هيك. ولك شلون بدي طول بالي يا ناس؟ ابني رح يخرب بيتي، فهموني شلون؟ لك شلون؟ عمو وين كبيتهم انت؟ كبيته بزبالة. ما اختلفنا بزبالة، بس وين؟ بالحاوية الكبيرة اللي على راس الشارع، هنيك بكبوا الزبالة. طيب ليش واقف انت يا برستم؟ روح لنشوف الحاوية بركي بنلاقي الالماسة. امتى صارت الحادثة؟ هلا قبل 3 ساعات. يلا امشوا لو كان عجلوا بركي بنلاقيه. يلا يا شباب حاولوا ندور على الالماسة. يلا يا شباب. يلا روحوا روحوا على شغله، ما في رابع القصة. يلا وين قلت لي كبيت كيس الالماسات؟ كبيته هون بالحاويه هي مثل ما قلت لي. ولك انا ما قلت لك شيء، ان شاء الله بتنقال اهوالك وبتنحط تحت طابك يا حق. طيب هي الحاويه فاضيه ما فيها شيء. لا تعذبوا حالكم، على شو عم تدوروا؟ اجت سياره زباله من ساعتين واخذت زباله هيك. يا خراب بيتك يا ابو رستو. يا خراب بيتك يا ابو رستو، راحوا الالماسات، طاروا الالماسات. طول بالك يا اخي، طول بالك، حكي مع عقل الرحمن، ما بصير هيك مشان صحتك. يا شباب على علمكم، وين بكون اخذ زبالة هلا؟ على مكب زبالة لوين يعني؟ اصبح انا رايح دور على الالماسات هنيك، ما قلت لي قديش رح تعطيني زيت لك ياهو؟ قسما بالله اذا بتلاقيه لاعطيك على كل الماسة 1000 دولار، وهي رح احط اعلان بالجريدة كمان. مشي لعيونك. اذا كان 1000 دولار انا كمان بروح بدور معهم وبقلب زبالة. عندك مانع بابا؟ نعم خليتي ولا؟ لكن نعم خليتي اواب. بدك تعطيني 1000 دولار؟ لكن نعم خليتي. على المزبلة. اسمعي سوسان، يعلن الصائغ مشهور أبو عنبر عن مكافأة قدرها 1000 دولار لكل ألماسة يعثر عليها في مكب النفايات. لكن شو رأيك نروح ندور أنا وياك مع هالناس؟ بركي بيطلع لنا حق بيت إذا لقينا كم ألماسة. والله ما بعرف يا سوسان، بس قلبي ناقزني، حاسس إنه في شي ورا هالقصة. شو هالشي بقى؟ ما بعرف. لك انتو الصحفيين دائما هيك بتشكوا بالاخبار شو ما كان نوعها. هيك اولى اتفضلي. لك تفضل. لقيتها لقيتها الالماسة، لقيتها لقيتها الالماسة، لقيتها لقيتها الالماسة، لقيتها لقيتها الالماسة، لقيتها محلك ولا إنت؟ بدي ودي لهم معلم مشهور. بدي مكافاتي. يلا 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 يلا. مزبوط. هي الماستي مسكت. ها. هي 100، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وهي 1000 دولار. حلال زلال عليك يا ابن الأصول. يلا لنشوف. مين هو ابن الحلال الثاني اللي رح يكون 1000 دولار الجاي من نصيبه؟ لعيونك معلم مشهور. يلا يا شباب على مكب زبالة، خلينا نجيب بيت الماسات. حاولي نشوف. يلا شو؟ يا شباب مثل ما قلت لكم ما بنتحرك من هون، لازم تسمعوا صوتنا. لك يا شباب يا شباب هلا قدامي اخذ 1000 دولار قدامي. شو عم تحكي؟ 1000 دولار؟ الله وكيلك ما عم بكذب عليك، بعيني هي شفته. يعني ما حدا قال لي، واهل البلد كلهم عم يستنوني عم يدوروا. يا عم شو عم نسوي؟ كان هون مثل جدبان. طلعوا شباب امشوا، بركي بيطلع لنا من الطريق ابن الطريق. يلا شباب يعني فينا هلأ نجي ناخد الشباب؟ ما في حدا على باب المخفر؟ كتير منيح،
كتير منيح، يعطيك العافية مقدم صلاح. طمني، شو قال لك؟ شو صار؟ عم يقول المقدم صلاح انه فينا نروح نستلم شامخ ورفقاته. حلو، طب ولهال المجانين شو صار فيهم؟ شو وين راحوا ابو شامخ؟ الجماعة صاروا عند مكب زبالة، عم بيبحشوا مثل الدجاج وما عم يلاقوا بشي. معناها لازم امشي. اطول بالك علينا شوي، خلينا نشرب القهوة بالاول. لازم نقول لك مبروك كمان. لك الله يبارك فيك، شكرا كثير، ما راح انسى هالجميل بحياتي. شو عم تعمل هول نزير؟ ما تروح تدور على الالماسات؟ حاجتك سيدي، لقينا وحده وكفاها الله. شرف شرف، خود هاي الألف دولار اللي اعطيتني اياهم. لا خليهم معك، معليش. ايه شكرا. معناها الدولارات مزوره، ما مثل الالماسات اللي راح يدور عليهم. ما قلت لك جني سيدي. شرف باسم الديار. سلامك يا شو. طيب يلا باي باي. الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك بابا. تفضلوا عمو. لوين بدنا نروح؟ بدي اخذك مشوار. لوين؟ على التمثال. شو بدنا نروح نعمل هني؟ بعدين تعرف بابا. تفضلوا عمو تفضلوا. شرف. طيب شباب. خود بابا خود. ليش هو هذا بابا؟ هيك بابا للذكرى يعني، تعرف يعني طعمه البلح حمص ما حلوة. كتر خيرك بابا، شو بدي أعمل فيه؟ زي. باي. أهل البلد لازم يعرفوا اللي صار يا سوسن. إذا عرفوا أكيد ما رح يسكتوا. أكيد ما رح يسكتوا، ما لازم يسكتوا، لأن هذا التمثال هو رمز لبلدهم. ها ليك الرجل. معقول يا جماعة؟ معقول ما حدا سائل؟